يسعدني الآن أن أقدم الدكتور محمد نور الدين. الدكتور محمد نور الدين حاليا أستاذ في الجامعة اللبنانية، وهو من القلة العرب الذين يدرسون الواقع التركي حاليا، ويتابع الصحافة التركية ويكتب في الجرائد اللبنانية حول ذلك، وكتاباته دائما قيمة فيها. الدكتور محمد نور الدين سيتحدث عن الحاضر والمستقبل. تفضل. شكرا دكتور عبد الرحيم، والشكر لمركز المركز العربي للابحاث ودراسات السياسه بشخص رئيسي الدكتور عزمي بشاره، والجهود ايضا التي بذلها الدكتور عبد الوهاب القصاب في الاعداد، والاخرين في الاعداد لهذا المؤتمر الذي بالفعل يأتي في لحظة حرجة وحساسة وضبابية في العلاقات العربية التركية، وليس في ذلك برأيي أي سلبية، لأن هذا المؤتمر قد يفضي إلى دراسة كل الاحتمالات التي يجب أن ينطلق منها العرب في العلاقة مع الأتراك، خصوصا في ضوء مواقفهم بين مزدوجين الجديدة من الواقع العربي. والسؤال الأهم برأيي هو الذي ذكره الدكتور عزمي في مداخلته، هو ماذا نريد نحن؟ نحن ماذا نريد؟ هل نحن موجودون؟ ماذا نريد من الآخرين؟ الكل لديهم مشروعهم، إيران لديها مشروعها، وتركيا لديها مشروعها، والغرب له مشروعه، وإسرائيل له مشروعه، إلا العرب ليس لديهم أي مشروع. في الواقع النص الذي كتبته لا يقف عند الفترة العثمانية بالشكل الذي توقف عنده الزميلان دكتور وجيه ودكتور سيار، بل انطلق من تلك الفترة ليصل الماضي بالحاضر، ويحاول أن يقرأ التجربة التركية في عهد حزب العدالة والتنمية، ومتوقفا عند الموقع العرب في هذه الاستراتيجية، في هذا الاستراتيجية التركية، والفرص والتحديات التي تحكم العلاقات العربية التركية في ظل حزب العدالة والتنمية، وصولا إلى المسألة الساخنة الآن، وهي موقف تركيا من الثورات العربية. أنا أؤكد على ما تفضل به زميلة، على أن الفترة العثمانية والفترة الأتاتوركية وصولا إلى الآن هي موضع إشكال كبير لم ينتهي ولا ينتهي، فليس هناك في التاريخ حقيقة نهائية، وهي دائما موضع نقاش وجدل. لكن يمكن القول أن تركيا ربما ليس من البلدان القليلة في العالم، بل لعلها البلد الوحيد في العالم الذي هو عنوان لسؤال الهويات. تركيا مختبر منذ 100 عام، منذ قرن، لثلاث هويات على الأقل، ولا ندري في المستقبل إذا كان هناك من هوية رابعة. الهوية العثمانية التي انتهت في العام 1909، وليس عند انتهاء الخلافة، عندما وصل الاتحاد والترقي إلى السلطة وبدأوا بسياسة التتريك. الهوية العثمانية صحيح أنها لم تكن هوية دينية بالمعنى الكامل كما قال دكتور وجيه، ومزجت بين القوانين الوضعية والقوانين الإسلامية، لكنها في النهاية كانت رمزا للهوية الإسلامية، وحكمت باسم توسعت في أوروبا باسم الجهاد، وهو مبدأ أساسي في الإسلام، وتمددت جنوبا نحو العالم العربي أيضا باسم الإسلام لكي تأخذ المشروعية من لقب الخلافة الذي بدأ بعد الفتح، بعد الدخول التركي إلى المنطقة العربية. بعد ذلك جاء أتاتورك. دكتور سيار تحدث عن أنه لم يكن ضد الإسلام، كان هناك أتاتورك امتداد لما قبله كما قال، ولم ينطلق من فراغ، لكن في النهاية مصطفى كمال أتاتورك في الثلاثينيات لم يكن الأتراك يجدون إماما لكي يصلي في الجنازات في الأناضول. هذا فقط رمز على أن سياسة الترك التغريبية أيضا انطلقت من النفي الديني، النفي للآخر، والذي تجسد بعلمانية شرسة قاسية متوحشة لا علاقة لها بأي نوع من العلمانيات الذي سبق الترك والذي واكبه والذي لا نزال والذي نعرفه الآن.
فيما بعد هذه الهوية امتدت أيضا بعد الحرب العالمية الثانية وفي مرحلة الحرب الباردة من خلال انتماء تركيا للمشروع الغربي، اعتراف بإسرائيل، انضمام للأطلسي، جزء من المنظومة الغربية الإسرائيلية. ورغم انتهاء الحرب الباردة استمر هذا الدور التركي بهذه الاتجاهات في مرحلة التسعينيات وصولا إلى العام 2002. العام 2002 بتقديري بدأت الهوية الثالثة لتركيا، والتي تحاول ألا تكون إسلامية بالكامل وألا تكون علمانية بالكامل، تحاول أن تجد صيغة تصالحية توافقية بين الهوية الإسلامية وليس الإسلام، بين الهوية الإسلامية، بين الثقافة الإسلامية، وبين متطلبات قيام نظام حديث ومعاصر ينتمي بجزء من قيمه الغالبة إلى ما وصل إليه الغرب من حداثة على صعيد النظم وعلى صعيد العلاقة بين المواطنين وحل مشكلة الأقليات الإثنية والمذهبية والدينية وما إلى ذلك. هل يمكن أن ينجح هذا النموذج؟ هل يمكن أن يصل إلى هذه الصيغة التوافقية؟ أعتقد أنه من المبكر بعد مرور فقط 8 سنوات على هذه التجربة أن نحسم في هذا المجال. العثمنة استمرت 600 عام، التركية استمرت 80 عام، والآن أعتقد أنه قد نحتاج إلى 3 عقود 4 عقود لكي نقف أو يعني نستشرف أو نرى إلى أين يمكن أن تنتهي إليه التجربة الحالية. لكن لا شك أنه بالعام 2002 تركيا مع حزب العدالة والتنمية غيرها ما قبله،